هذا فيديو خصيصا الوزير الشباب والرياضة عبد الرحمن حماد الأخ والصديق الروحي خليك إيمان أخوي عبد الرحمن. حبيت نهنئك بهذا التتويج والوصول إلى النهائي في الأولمبياد اللي كنت طرف أنت منه، تابعت كل الرحلة. حبيت نشكرك جزيل الشكر. والله راني في حلم، الحلم تحدثنا عليه عديد من المرات، الحمد لله اليوم الحلم رانا فيه. نتمنى إن شاء الله أنك تكون هنايا من بين المناصرين كما أول يوم شجعتني واستقبلتني فيه في المكتب نتاعك. إن شاء الله تكون هنايا في النهائي وتساندني، وإن شاء الله نفرحوا الشعب الجزائري. أنا على بعد خطوة واحدة على ذهبية، إن شاء الله نقدر من تحقيق هذا الحلم. ومعليا نقول 1 2 3 فيفا لجيري.